بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بلقائكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. موضوع هذه الحلقة غاية في الأهمية، إذ سنتعلم من خلاله كيف يمكننا تشغيل نظامين مختلفين على جهاز واحد. أتكلم هنا على نظام لينكس إلى جانب نظام الويندوز، نسختك من نظام الويندوز كإكس بي أو فيستا أو 7 أو 8 أو غيرها من نسخ الويندوز، جنبا إلى جنب مع إحدى توزيعات لينكس كتوزيعة الفودونتو. هنا هذه التوزيعة كما تلاحظون يمكنك تحميلها فقط بالضغط هنا على داونلود. هذه التوزيعة تعد من أكثر التوزيعات ملائمة للحواسيب المكتبية وأيضا للحواسيب المحمولة. أيضا هناك توزيعة الباكتراك، هذه التوزيعة أكثر احترافية بالنسبة للاختراق والحماية. فقط نضغط هنا على داونلود. كل الروابط التي سوف نراها إن شاء الله في هذه الحلقة تجدونها أسفل الحلقة في وصف الحلقة كما اعتاد مشتركو القناة بإذن الله. روابط التوزيعات الأربع بالإضافة إلى رابطي تحميل البرنامجين، برنامج باور ايزو وأيضا الترا ايزو. سنحتاج فقط برنامج واحد منهما. كما تلاحظون هنا بالنسبة للباكتراك، توزيعة الباكتراك فقط تختار نسختك. نختار مثلا النسخة الأخيرة 5، ثم نتركها جينوم، ثم تختار النواة 32 أو 64 بحسب جهازك، ثم تختار الأيزو. في حالتنا سوف نختار الأيزو لأننا نتكلم على نظام حقيقي وليس نظام وهمي. ثم تختار طريقة التحميل إما عبر التورنت أو رابط مباشر دايركت. نختار رابط مباشر، ثم بعد ذلك فقط تضغط على داونلود أو كليك تو داونلود هنا لتقوم بالتحميل مباشرة ليظهر برنامج التحميل. نضغط على كونتينيو. كما تلاحظون فقط تضغط على ديماري أو ستارت لبدء التحميل. ثم أيضا هناك الشهير الأوبونتو، توزيعة أوبونتو غنية عن التعريف. نأتي فقط إلى هنا، تختار النواة التي تشتغل عليها 32 أو 64، ثم بعد ذلك تقوم بالضغط هنا. بعد ذلك تأتي إلى هنا، اضغط على Not Now Take Me to the Download هنا. وسوف يظهر برنامج التحميل الذي تستخدمه كما تلاحظون لتبدأ في تحميل التوزيعة. وأيضا هناك توزيعة المانت، هذه التوزيعة التي سوف أقوم بتحميلها الآن. توزيعة المانت هذه التوزيعة هي أكثر التوزيعات ملائمة للمبتدئين، إذ أنها تكون جاهزة للاستعمال مباشرة بعد تثبيتها. تحتوي على مجموعة من الكوديكات، تعريفات الكارتات، كارت الشاشة وكارت الصوت، بالإضافة إلى الجافا الفلاش بلاير. فلن تحتاج إلى تثبيت أي شيء مباشرة بعد تثبيتها، تبدأ في الاستخدام. تحتوي على مجموعة من البرامج. أيضا هناك نسختي السينامون وأيضا نسخة الميت. نختار السينامون. هنا السينامون بدون كوديك، يعني لا تحتوي على كوديك الصوت أو الصورة الخاصة بالمولتيميديا. نفس الشيء بالنسبة للميت، نو كوديك. لمن أراد تحميل نسخة الميت، أيضا من النسخة الجميلة فروق بسيطة في الديسكتوب في الشكل فقط. أنا أختار سينامون بالفعل سبق واخترتها. فقط تختار النواة إما 32 أو 64 لتقوم بتحميلها. فقط نضغط على 32 بايتس. نختار مثلا هذا الرابط الخاص ببنغلاديش، الرابط الثالث، ثم تقوم بالضغط عليه فقط لتبدأ بالتحميل. كما تلاحظون ظهور برنامج التحميل. قم بعد ذلك بتحميلها. والبرنامج الذي سوف نحتاجه في هذه العملية هو برنامج الباور ايزو الذي يمكن تحميله من هذا الرابط فقط بالضغط على داونلود ناو، وهو البرنامج الذي سوف استعمله في هذه الحلقة. ايضا يمكنك استعمال برنامج الالترا ايزو، يمكنك تحميله ايضا من هذه الصفحة. هذا الرابط كما قلت، الروابط كلها تجدونها اسفل الحلقة بإذن الله. فقط اضغط على احد هذه النوافذ للتحميل. أيضا يمكنك استعمال برنامج الويرار، أيضا برنامج النيرو، كل البرامج التي تتعامل مع ملفات الأيزو. إذا مباشرة بعد التحميل سوف تحصل على ملف على هذا الشكل كما تلاحظون.
فقط نقوم بالضغط على زر الفأر الأيمن، ثم نختار أوفغيغ أفيك أو أوبن ويذ إن كان بالإنجليزية، ثم تختار البرنامج، أختار في حالتي الباور أيزو. كما تلاحظون هذا هو الملف الذي سوف نقوم باستخراجه الآن، mint4win.exe. تجد كلمة application أيضا، أقوم فقط بسحبه إلى سطح المكتب. إذا كما تلاحظون أحصل على هذا الملف. أما في حالة ما إذا كنت اخترت تحميل توزيعة أوبونتو فسوف تحصل على ملف على هذا الشكل بعد استخراجه من البرنامج الذي تستعمل. إذا هذا هو المينت، فقط نقوم بالضغط عليه مرتين لنبدأ في التثبيت. إذا كما تلاحظون يعطيك هذه الشاشة، فقط تختار اللغة من هنا، مجموعة لغات، أيضا يدعم اللغة العربية، نترك العربية على حالها. ثم أيضا تختار القرص أو البارتيشن الذي تثبت فيه النظام، يفضل أن تختار بارتيشن آخر غير السي، لا تستعمل السي لأنك قد تواجه مشاكل فيما بعد أثناء إزالة البرنامج. نختار بارتيشن غير مستعمل، مثلا في حالة بارتيشن جي. أيضا نختار من هنا حجم التثبيت، نختار أقصى ما يمكن، ثم اسم اليوزر كما تلاحظ هنا، ثم بعد ذلك قم بإدخال كلمة المرور هنا، ثم بعد ذلك قم بإدخال كلمة المرور هنا، كلمة بسيطة لتتذكرها أثناء استعمال المنت، ثم فقط بعد ذلك نضغط على ثبت. وننتظر الآن ريثما ينتهي من التثبيت. إذا في انتظار أن تنتهي عملية التثبيت نلقي نظرة على توزيعة أوبونتو التي كنت أشتغل عليها من قبل. كما تلاحظون هنا في الأعلى اليوزر الخاص بالقناة The Fedon 11 هنا أيقونة الإعدادات System Settings، يمكنك التحكم في بعض الإعدادات. توزيعة المنت التي قمنا بتثبيتها الآن هي مبنية بالأساس على نظام الأوبونتو، هذا النظام الذي أشرحه، لذلك في مجموعة من الإعدادات يعني لا تختلف كثيرا، نفس الإعدادات كما تلاحظون هنا، الإعدادات الخاصة بالشاشة، أيضا المظهر يمكن تغييره كما تلاحظون فقط باختيار بعض الإعدادات البسيطة، كما تلاحظون تغيير الخلفية، أيضا تغيير الشكل عامة. كما تلاحظون الآن في شريط المهام وأيضا في الشريط الجانبي. أيضا هنا الإنترنت يمكنك تصفحه بطريقة عادية كما تلاحظون القناة، صفحة القناة، لكن تلاحظون هنا يطلب مني تثبيت الفلاش بلاير أو استعمال لغة HTML5. هنا تلاحظون باقي أجزاء القناة، كما قلت هنا يطلب مني تثبيت الفلاش بلاير، نفس الأمر في الويندوز، لكن الجميل في توزيعة المانت أنك لست بحاجة إلى تثبيت أي شيء، كما قلت مباشرة بعد الانتهاء من تثبيتها تشرع في استخدامها جاهزة للاستخدام مباشرة بعد الانتهاء من التثبيت. إذا كما تلاحظون الآن انتهى من التثبيت، فقط أضغط هنا على أعيد التشغيل الآن. بعد إعادة التشغيل الأولى سوف يأخذك مباشرة إلى لينكس مانت لتبدأ في استخدامها، لكن بعد إعادة تشغيلك للمرة الثانية أو الثالثة أو بعد ذلك سوف يعطيك خيار إما الدخول إلى لينكس أو الدخول إلى الويندوز. كما تلاحظون هذه هي توزيعة مانت في إصدارها 15. أنا الآن أقوم بضبط بعض الإعدادات البسيطة من تغيير للخلفية وأشياء من هذا القبيل. لو كانت هنالك طلبات في الموضوع إن شاء الله أقدم حلقة تفصيلية أو تقديمية لتوزيعة مانت في إصدارها 15 سواء للويندوزيين أو للينكسيين لمن لم يجربوا بعد هذا الإصدار، نرى من خلالها كيفية ضبط الإعدادات من تغيير للغة وأشياء من هذا القبيل، لكن هذا راجع إلى الطلبات كما قلت. إذا هذا كل شيء، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن قدر الله البقاء واللقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.
الحمد لله.